السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض النهاردة الأوبتكس وإيه، وهنعرف مع بعض يعني إيه أوبتكس. الأوبتكس is a branch of physics that deals with the nature and properties of light. بيفرع برانش فرع من فروع الفيزياء وبيتعامل مع طبيعة وخواص الضوء، بيحاول يفسر لنا الضوء جاي ازاي وايه الظواهر الفيزيائية اللي بتحصل باستخدام الضوء. بينقسم عندنا جيومتريكال اوبتكس وفيزيكال اوبتكس. الجيومتريكال اوبتكس يوز سمبليفايد لود، بيستخدم قوانين مبسطة وكمان بيتعامل مع الضوء على اساس ان هو بارتكل. اما الفيزيكال اوبتكس فهو بيستخدم يوز كومبليكيتد لود وكمان بيتعامل مع الضوء على اساس ان هو ويف. طيب تعال نشوف ايه اهم الخصائص الفيزيائية للضوء، the fundamental properties of light. fundamental properties of light. أول خاصية للضوء إن هو travel and straight line، بيمشي في خط مستقيم، وده طبعا مش بيحصل الا لما الضوء بيمشي في وسط متجانس. رقم اتنين ان هو travel in space، بيسير في الفراغ، وطبعا احنا عارفين ان هو بيسير في الهواء وفي الفراغ بسرعة اللي هي تعتبر اكبر سرعة اللي هي سرعة الضوء 3 × 10^8، لكن سرعته في اي وسط تاني بتختلف وبتقل عن سرعته في الهواء والفراغ. ثالث خاصية ان هو reflected، بينعكس لما بيقابل سطح مصقول يعني سطح عاكس. رقم اربعة ان هو refracted، بينكسر لما بينتقل من وسط الى اخر مختلفين في الكثافة الضوئية. رقم خمسة ان الضوء is some sort of energy. رقم ستة ان الريفليكشن والريفراكشن can take place simultaneously، ان الريفليكشن والريفراكشن الانعكاس و الانكسار يقدر ان هم يحصلوا في نفس الوقت. طبعا احنا عارفين ان انا لو عندي وليكن اي قطعة ضوئية من الزجاج او من اي مادة لما يسقط عليها الضوء فيه عندي ثلاث احتمالات، ان الضوء ينعكس، ان الضوء يمر، ولو مر يبقى كده هينكسر بالشكل ده بأي شكل بيختلف طبقا للكثافة الاوبتيكال دينستي بتاع الوسط الوسطين، ونتيجة انكساره ممكن يحصل ابسوربشن داخل المادة او ان المادة ما تمتصوش لو هي داي الكتريك، وبعدين هيطلع تاني كترانسميتد لايت. ترانسميتد يعني ان الضوء يمر من خلال القطعة الضوئية دي ولا يحصل له امتصاص. يبقى ممكن ان هو ينعكس وممكن ان هو ينكسر وممكن ان هو ترانسميتد،
والتلاتة بيحصلوا بنسب واحدة هتعرفوها قدام، ان ال A ال absorbed زائد ال R ال reflected زائد ال transmitted، النسب بتاعتهم كلهم بتساوي واحد. على سبيل المثال لو هنا حصل reflection بنسبة 10% وانتصاب بنسبة 70%، يبقى transmitted بنسبة 20%، 10 زائد 70 80، وعشان اوصل ل100% يبقى الترانسميتد 20%. رقم 7، ان الضوء الابيض بيتكون من 7 الوان، 7 كالر. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن تاريخ علم البصريات. ايه هو تاريخ علم البصريات؟ مجموعة من العلماء، ناس كتير جدا من قديم الازل اتكلموا وعملوا نظريات في علم البصريات زي بليدس وارسطو وبطليموس، مرورا بالحسن بن الهيثم، حتى وصلنا الى العالم نيوتن اللي اتكلم عن طبيعه الضوء وقال ان الضوء عباره عن جسيمات كربسكلر. عشان كده النموذج بتاع نيوتن سموه العلماء نموذج كربسكلر ثيوري، نظريه النظريه الجسيميه للضوء. ومن اهم الفروض اللي هو افترضها، قال وطبعا طالما اتكلم عن الضوء ان هو جسيمات، فقدر يفسر ازاي الضوء بيمشي في ستريت لاين. هل ان احنا نشبه هنا الضوء بكرة البلياردو؟ لو طرحت كرة البلياردو على سطح املس ناعم هتفضل ماشية في خط مستقيم. اما لو جيت، يبقى هنا قدر يفسر كمان الريفليكشن الانعكاس. قال ان لو جبت كرة البلياردو واسقطتها على سطح عاكس او خبطتها في حائل مثلا، هلاقي ان كرة البلياردو هترتد بنفس الزاوية. اذا بما ان الضوء عبارة عن جسيمات، يبقى هيسلك سلوك كرة البلياردو. ثالث خاصية اللي هو قدر يفسرها اللي هي خاصية الريفراكشن، خاصية الانكسار. وقال ان انا لو افترضت ان انا عندي نفس الكرة، كرة البلياردو او كرة من المعدن، وماشيه في خط مستقيم واقتربت من سطح فاصل بين وسطين، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه نيوتن قال ان هو هيحصل. قال ان انا لو عندي سطح فاصل ما بين وسطين، هنا وسط اول وسط ثاني او العكس، عندي كره بلياردو او اي كره نازله بالشكل ده، اول ما هتقترب من السطح الفاصل ما بين وسطين، لو افترضت ان ده اير وهنا ووتر مثلا، ايه اللي هيحصل؟ قال ان الجزيئات المولكيولز بتاع الميه هتعمل تجاذب، هتنجذب او هتجذب كره البلياردو او كره المعدن في اتجاه سطح الميه، وبالتالي نتيجه ان في قوه تجاذب حصلت ما بين الكره وما بين المولكيولز بتاع الميه، الكره هتغير اتجاهها بسبب ان السرعه بتاعتها هتزيد. دي بالظبط عامله زي ما يكون عندي عربيه ماشيه على اسفلت، وجاء في منطقه معينه الاسفلت اتقطع وبقت رمله، هلاقي ان العربيه وهي ماشيه اول ما تيجي عند الرمله الاتجاه بتاعها بيختلف، وده حصل نتيجه ان سرعتها على الاسفلت بتختلف عن سرعتها في الرمل، نتيجة لكده بسبب الاحتكاك، فالعربية هتغير الاتجاه بتاعها. بنفس الطريقة بما ان الكرة هتنجذب ناحية سطح المية، يعني السرعة بتاعتها هتزيد، والنتيجة لكده الاتجاه بتاعها هيختلف. لو كان عندي هنا ثيتا 1 فهتنكسر بزاوية ثيتا 2. طب لو احنا ماشيين العكس، ان الكرة طالعة من سطح المية رايحة للهواء، هلاقي ان الكرة في تنافر مع الهواء وتجاذب مع الميه، او هو هنا مش بيبقى تنافر بالظبط، لكن اقصد ان محصله القوه هتكون لاسفل لنفس الوسط اللي هي طالعه منه، فبالتالي الانكسار هيكون بدل لو كان هنا مقترب من العمود، الانكسار هنا لما نمشي اتجاه عكسي هيكون مبتعد عن العمود. وبكده العالم نيوتن قدر يفسر ظاهره ان هو الضوء بيمشي في خط مستقيم، وان الضوء بينكسر، وان الضوء بينعكس. طيب ايه المشاكل اللي قابلت العالم نيوتن وهو شغال؟ قابلته مشكلة ان بما ان هو بيقول ان الضوء
لما يسقط من الهواء على سطح ميه في قوه تجاذب ما بين الميه والكره كرات الضوء، فبكده هيكون سرعته هنا اكبر. لو افترضنا ان دي في 2 وهنا في 1، يبقى في 2 في الميه اللي هي في ووتر اكبر من في اير، سرعه الضوء في الميه هتكون اكبر من سرعته في الهواء، وده طبعا بيخالف مبدا ان الضوء بيسير باقصى سرعه ليه في الهواء او الفراغ. وكنتيجه لان نموذج نيوتن قابلته مشاكل، ادى ده الى ان في علماء تاني حبوا انهم يحلوا المشاكل دي زي العالم هايجنز، وده اللي اعتبر ان الضوء ذا طبيعه موجيه. احنا اتكلمنا في النموذج اللي فات اللي هو نموذج نيوتن، وقلنا ان هو قابلته مشكلتين. مشكلة ان بنفس الطريقة اللي نيوتن فكر بيها ان سرعة الضوء في المياه هتكون اكبر من سرعته في الهواء، وتاني مشكلة ان هو ما قدرش يفسر التداخل والحيود والاستقطاب. جه هايجنز وقال لا، احنا مش هنتكلم عن الضوء على اساس ان هو موجات، ان هو جسيمات، لا ده الضوء عبارة عن موجات وبينقل الطاقة، زي بالضبط لما بألقي قطعة من الحجر او المعدن في على سطح مية، فبلاقي ان في حلقات تكونت وبدأت تتسع تتسع. قال ان موجات الضوء زيها زي بالضبط الموجات اللي تكونت على سطح المية، وان هي بتنتشر في اتجاه انصاف الاقطار. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم في هايجنز ثيري، وقال ان موجات الضوء عامل زي بالظبط لما بألقي قطعه من الحجر في على سطح ميه، فموجات الميه بتتكون بالشكل ده كرات متحده المركز. قال بالظبط ان الموجات بتاع الضوء بتنتشر في الهواء او الفراغ او اي وسط تاني بالشكل ده، وان هي بتنقل معاها الطاقه في اتجاه الانتشار بتاعها. كمان دخلنا مفهوم جديد اسمه الويف فرونت، جابت الموجه، وقال ان جابت الموجه دي هي المنطقه السطح الذي يصل اليه جميع نقاط الموجه عند فتره زمنيه معينه. وقال ان احنا في عندنا نوعين تو تايب اوف ويف. النوع الاول بلين ويف، وده جان الاسم بتاعه نتيجة ان جبهة الموجة بتاعته بتكون مستوية. تاني نوع اللي هو سفيريكال ويف، وده بيكون اتجاه انتشار الموجة في اتجاه انصاف اقطار. بعد كده هايجنز عمل برنسبل، عمل قاعدة، وقال ان كل نقطة على جبهة الموجة، لو افترضت ان دي جبهة موجة، قال ان كل نقطة على جبهة الموجة تعتبر مصدر ثانوي بيطلع لي مويجات. النقطة دي بتطلع مويجة بالشكل ده، والنقطة دي بتطلع مويجة بالشكل ده، والنقطة دي بتطلع مويجة، وهكذا. وان المماس لهذه المويجات اقدر ان انا اتنبأ بشكل الموجة الجديدة عن طريق ان انا هرسم مماس للمويجات دي، يبقى كده جبهة الموجة الجديدة بالشكل ده، وهكذا. كل نقطة على جبهة الموجة تعتبر مصدر ثانوي للموجة الجديدة. طيب ايه هي المشاكل اللي قابلت العالم هايجنز في الوقت ده يا جماعة؟ في العلماء كانوا ما يعرفوش غير نوع واحد من الموجات اللي هو الموجات الميكانيكية. طيب هايجنز جاء وقال ان الضوء عبارة عن موجة، فبالطبيعي ان هم قالوا له طيب بما ان الضوء موجة والصوت برضو موجة، فاذا لازم كل الخواص بتاع الصوت تبقى موجودة في الموجة. فتعال نشوف، الصوت لا ينتقل في الفراغ، فازاي انت تقول عن الضوء ان هو موجة؟ زي ما اتفقنا ان في الوقت ده ما كانوش يعرفوا ان في نوع تاني من الموجات اسمه الموجات الكهرومغناطيسية، كانوا يعرفوا بس ان انواع الموجات ان الموجات اللي موجوده موجات ميكانيكيه تحتاج لوسط مادي تنتشر فيه، والصوت بما ان هو موجه بيحتاج لوسط مادي ينتقل خلاله ولا ينتقل في الفراغ، فازاي هايجنز انت بتقول على الضوء ان هو موجه؟ ما المفروض ان هو لا ينتقل في الفراغ. دي كانت المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه ان
بما ان لو انا جبت حائل حيطه مثلا واتكلمت في الجنب ده اللي في الطرف الثاني من الحيطه بيسمع الصوت بتاعي، لكن لو انا جبت كشاف او لمب او مصدر للضوء ونورته في اوضه مش هسمع او مش هشوف الضوء من الاوضه الثانيه. فقالوا له ازاي ان الصوت بينتقل لكن الضوء لا ينتقل. جاء بعد كده مجموعه من العلماء حاولوا يحلوا المشكله وقالوا ان الضوء هو برضو ويف، وهو الفراغ يا جماعه اللي موجود ده مش فراغ، ده في حاجه اسمها ايثير، ده وسط موجود بس احنا مش بنشوفه، وسط شفاف موجود وده هو اللي بينقل الطاقه. لكن جاء بعد كده مجموعه من العلماء تاني زي ميكلسون نورلي وعملوا تجربه اثبتوا ان الايثير ده مش موجود ولا صحه له. دي كده كان الموديل بتاع هايجنز، ووصلنا بكده لنهايه الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.